الإفريقي أهمية كبيرة في الخريطة الاستراتيجية اليوم، لا سيما وأن هذه المنطقة تعد ممراً للنفط والتجارة العالمية، الأمر الذي جعل الأنظار تنتبه إليها من أجل حماية أمنها القومي. فالأمر هنا يشكل أهمية كبيرة لكثير من دول العالم، خاصة تلك التي تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة في قلب القارة الإفريقية. ومن هذا المنطلق سعت دولة الإمارات العربية من أجل إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية التي تشكل امتداداً طبيعياً لأمنها القومي، من أجل الزود عن نفسها وعن استثماراتها الضخمة في القارة الإفريقية بشكل عام ومنطقة القرن الإفريقي على وجه التحديد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سعت الإمارات عبر شركة موانئ دبي العالمية لإبرام اتفاقية إدارة لميناء بربرة الواقع في منطقة سوماليلاند أو أرض الصومال خلال عام 2016 الماضي. وفي هذا الاتفاق الذي جرى بين الإمارات وأرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال، تعهدت الإمارات بتقديم ما يقرب من 440 مليون دولار من أجل تطوير ميناء بربرة، ليصبح بذلك الميناء خاضعاً لإدارة إماراتية صومالية إثيوبية، لا سيما وأن أديس أبابا قد اشترت أسهماً في هذا الميناء الحيوي تقدر بنسبة 19% مطلع شهر مارس من العام الجاري، بينما حصلت موانئ دبي على 51% وأرض الصومال على 30%. ومع هذه الخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارات